بحسن انا كان عندنا كاكا اسمه يقول لك الناس بحسن كي جبني هذا التيتر ديال با حسن صافي اسمي يقول لك بحسن انا حسن يعني بانه الجميع يعرف بانك انت واحد الفنان معروف والحضور ديالك عنده سبب نزول فهو شهاده ديال واحد الشخصيه معروفه فنان كما كنعرفوا متعدد المواهب يعني تبارك الله سبع سمايا المهم والرزق ما ضايع لا ما ضايع الحمد لله راه طبقنا نهضروا على 20 مليون ياك ولكن انت الان حضور ديالك هو شهاده شهاده لواحد الشخص اللي عاش التعليم والتدريس هاد علاقه ثلاثيه كاين اولا قضيه التلميذ باش كنت طفل مراهق وضعيه المدرس ووضعيه ولي الامر اب للطفل والطفله دابا كبروا دابا مابقاش نقول لهم طفل وطفله دابا لان حنا هما الاطفال اذا مع مرور الوقت دابا من خلال التجربه ديالك الثلاثيه كيفاش ممكن لك تلخص لنا عمليه التدريس في كلمه واحده فهم واحد اللي هو سيما لهذه المحطات هذو الثلاثه ديال التلميذ ديال الاستاذ وديال ولي الامر شكرا اذا كان شي سيما يعني واحد المفهوم او قيمه اللي نقدر نلخص فيها هذه المحطات الثلاثه علما بان احنا دابا في واحد المجال ديال النسبيه لان اذا جبتي واحد التلميذ قرا معايا ويقدر يعطيك روايه اخرى للمسار ديالو ولكن الحاجه اللي كنحتفظ بها بالنسبه ليا واللي هي تسريع على هذه المحطات الثلاثه كاين واحد السيمه اساسيه او ربما لانني انا كيعجبني التقط كل ما هو مبهر والابهار بالنسبه ليا هي السيمه الاساسيه ديال هذه المحطات الثلاثه الابهار يعني ابهار بمعنى السحر بمعنى الجاذبيه فرنسيك في ليميرفيمون ليميرفيمون ولا لا سيديكسيون لا سيديكسيون ولكن هذا الابهار هذا بالنسبه لك انت كتلميذ انا ذاك يعني فين كيتجلى واش في البنايه المدرسه يعني كبنايه كمؤسسه لا لا في المدرس في المدرس انا بالنسبه ليا هو محور ربما لانني انتبه كثيرا لشكل الاشخاص وللتمظهر ديال الكومبورتمون ديال السلوك ديالهم هادشي كان في المدرس نبدا معك الحسن التلميذ يعني فين كتجلى بالنسبه ليك هذا الابهار في بدا من النهار الاول يعني من اليوم الدخول المدرسي الاول وهذاك الدخول المدرسي الاول كان بالنسبه لي حاسم لا سيما في السياق اللي دخلت فيه انا المدرسه حنا في اواخر الستينات 1 اكتوبر 1969 الله يكبرنا في طاعه الله الحاجه الاساسيه اللي تاعت الانتباه ديالي وكان هذاك التوجس وهذاك الخوف لان العقاب الجسدي كان هو القاعده كنجي للقسم كنلقى واحد السيد واحد الشياكه واحد الاناقه واحد كوستيم بلو فونسي غيور بلانش 3 بيس تذكر الاسم ديالو السيد ادريسي الله يرحمه ويجازيه بخير شكرا حيت هذاك الشخص في التجليات ديالو فيزيونوميا ولا في السلوك شوسيور سيغي كيجي في لابيست كرافات شوميس اكلاطانت غيبانوا لك هادو جزئيات زعما بالنسبه ليا كانوا حاسمين هاد الجزئيات لانني جاي كنتسنى نتعاقب اول حاجه غنتعاقبوا وكيخرج هذا الشخص كيقول لك لا هذا هو المعلم اللي غادي يقريك بحال خارج من شي فيلم بحال شي اولوغرام بحال ماشي بحال شي انسبكتر ملي كتسيد عليه الرقه ديالو واللطف والعنايه ديالو دوب هذوك المخاوف دوب هذاك التوجسات اللي جينا بها وهذا الشيء استمر السنه كامله هو واحد الوقت ملي ارتاحينا بدا بحال حتى حنا بغينا نسحروا حتى حنا بغينا نغريو ولينا حتى حنا تنصرفوا بواحد الطريقه باش حتى حنا نكونوا مبهرين كنا كنمشيو نجلسوا حدا دارو كيخرج وكنمشيو موراه عرفتي ديك الوزيزات الصغار اللي تيتبعوا منهم كيخرج كنمشيو معاه حتى لدارو عاد كنتفرقوا لن انسى هذا الشخص مدى حياتي ولم انساه الاستاذ الادريسي
مدرسة كانت سميتها ابن الخطيب في حي عكاشة في عين السبع. هذا اللقاء الأول، لأن المسألة هي كلها لقاءات وأحداث وأماكن ومجالات. واش هذا الإبهار هذا استمر فيما بعد؟ يعني كانت أستاذ غير موسيقى الإنجليزي، ولكن واش الإبهار الذي مارسه عليك أستاذ واش استمر؟ بالفعل استمر، واستمر لأنني أنا كنت عندي استعدادية لالتقاط الإبهار. بين بريديسبوزيسيون كنشوف بعين الابهار. استمر وملحظ ديالي انني واحد سنه من بعد غادي نمشي عند واحد الاستاذ سميتو الاستاذ البوميشي، يعني باش ولادهم يعرفوا والديهم اشنو داروا، مساله اساسيه. هذا السيد ما كانش مبهر بسجيته بشكل تلقائي، كان مبهر عن قصد، لأن جعل من الإبهار منهجية، منهجية في التدريس. قاعدين نشوف، أنا كنتقول له على العربية غنشوف شكون اللي غادي يفوتني فيكم، غادي تاخذوا كلكم تجيبوا لي مذكرة، غتاخذوا مذكرة واخا مغوبش هنا، راني كنت فرحان مزيان، غتجيبوا مذكرة وتجيبوا لي أربعة المفردات في اليوم. وهذا الأمر لم يكن إلزامي، ما كانش عليه نقط، ما كانش عليه عقاب، ما كان عليه والو، فقط بهرني نبارك. ولينا تابعين في الزنقه على واحد صاحبي هو اللي فوقي من اليسار. استاذ شكون اللي حسن من الاخر؟ عيب بالحيله. قال لنا خصكم باش تقتحموا اللغه العربيه يكون عندكم اصدقاء، وهاد الاصدقاء هما الكلمات، كون عندكم وسط من اللغه. وبدينا ولا الدبان زعما شكون اللي غادي يجي احسن كلمه. شويه التحدي ديالنا وديالي شخصيا بدا كيبان، حيت كنقلب على كلمات غير متاحه وغير رائجه في المحيط المدرسي ديالنا. مشيت لمنجي ديال خوتي الكبار، نمشي نسمع في الراديو واحد الكلمه، واحد الكلمه في التلفازه، يعني كنجي كلمات من سياقات غير السياقات المتاحة بالنسبة لي. وهنا نجح المعلم، يعني كاين واحد كما كنقول في الفرنسي واحد جو دو سيديكسيون، ان جو دو سيديكسيون عجبني نعجبك. وملي كنجيب ليه شي كلمة غابرة وتنصحها ليه، كان هو في شوية ديال الدعابة كنتيهزني كيبقى يلعب بيا. ما عمري طحت انا وكنسمع صحاح. وهذا الاحتفال، هذا الاحتفال ديالو بالانجاز ديالو. وحنا ولا هذا السيد كان عنده الابهار كاداه للطلب منهجيه، وربي عندنا كطريقه للتحصيل. نعجب الاستاذ ولكن موراها هناك تحصيل. وحسن كيفاش كنا كنتكلموا قبل ما نبداو هذا الحوار هذا، انت ذكرتي لي واحد الجمله ذكرتيها ولا جبتها شخصيا اللي غنطلب منك تجيب انها تعطيها لنا، غتظهر في الشاشه الان، وبغيت التعليق ديالك شنو السياق ديال هذه الجملات. كنا كنقراو غادي نوصلوا نهايه الابتدائي بواحد المستوى متقدم جدا على السن ديالنا في اللغه العربيه. وبقات ديك لعبه الابهار، وصلت دابا كنا كنسميوها الشهاده المتوسط الثاني، اليوم سيدي كنظن الخامس ابتدائي. وصلنا واحد المستوى في اللغة العربية، واستمريت في ديك اللعبة ديال الإبهار اللي كانت محرك ودينامية بالنسبة لي. أنا كانت محرك أنه كتعرف، أنا عطيك القصة ديال هاد الجملة هادي، أنه في اللغة العربية كانوا التمارين كيمشيو من القطعة، أشكر القطعة شكلا تاما، كانت زوينة ديك تاما، وديك ثانيا الإعراب، والله أدراك أن الإعراب رياضيات اللغة. ومن بعد شرح المفردات، الإيتاء، شحال من هذا الإيتاء؟ الإيتاء بهم في كلمات مفيدة، في جمل مفيدة، ثم الصرف والتحويل إلى آخره. تحت لنا كلمات ثغرات، شرحتها وكتبتها الجملة. هذه الجملة المفيدة اللي جبتها فيها، كانت موجات البحيرة تأتي إلى الشاطئ وتداعب ما به من قش وقصب، وتحدث ثغرات في الرمل ثم تعود لتعانق البحيره. هذا الشهاده.
انا لاعب لعبه ديال الاغراء ديال الامتاع الاستاذ واخد ليه الاستاذ ما جبت شي واحد ستي واحد مره لان يقول لك الاستاذ لا يتقاعد قلت لي عندك فلسفه حياه الغد ليه هذا الاستاذ لقيتو كاتبها في الصبور سيك صار دار احتفال وبقات هذه اللعبه واستمرت في الكوليج في الاعداد استمرت وما حد الوقت كيدوز وانا ولات عندي عقيده ابهار ولا عندي عقيده وليت مزيان في الانشاء لا اتذكر يوما جيت انا الثاني في الانشاء لا اتذكر وغادي ندوز واحد المرحله ديال الابهار من اللغه كاداه للتعبير الى المحتوى كانت العروض ما عرفوش كانت في الجيل ديالكم ولا لا واش طاب كل تيميت خصو يدير واحد العرض بين الفينه والاخرى وتما فليتنافس المتنافسون وليت كنقلب على مواضيع كنجيبها من البكالوريا كنجيبها دائما من خارج السياق لان الاستاذ هو اللي يشير الله يجازيه بالخير علمنا واحد الحاجه لا نوسيون دو لوريجيناليتي ما تمشيش الفكره السهله ولا زلت اشتغل بهذا المبدا في اعمالي التلفزيونيه شوف الابهار كاداه للتحصيل وهذوك المواضيع كنمشي نقلب عليهم باش ندير العرض وبديت كنشتغل على الشكل المحتوى الطريقه وكل مره خص يكون مبهر جميع المراحل مثلا شي مواضيع ما كتبتي مش باقي في الذاكره ديالك شي حاجه شي مواضيع في الملاحظه شكون اللي عقل على الملاحظه كما في الملاحظه لوبسرفاسيون درت واحد العرض على اللي هو السادس دابا السادس عرض على الفرق بين الغريزه والذكاء اتونسيون بلا ورقه لان مهم هذه الجزئيه ديال بلا ورقه باش تبان عندك تمكن وكتولي عندك حظوه وما حد كانت كيفتو فيك ملي كتقرا في القسم وما حد الاستاذ كيطلب تلامذ من اقسام اخرى يحضروا العرض ديالك وانت تدير مزايده في الرغبه في الابهار لا سيما ان واحد المراهقه تحولت فيها اللغه ومفهوم الابهار الى اداه لاثبات الذات الى اداه للثقه في النفس وهذه مساله كانت حاسمه في التمرس ديالي السيمه الثالثه تفضل في الاعدادي علاش الاستاذ خصو يكون مبهر بالنسبه ليا ولكن يكون عنده استعداديه لالتقاط الابهار استاذ العلوم لاحظ ان الرسم ديالي يحاكي الحقيقه واحد الدقه كبيره قال لي انت خصك تقرا الرسم وانا ندوز فنون تشكيليه في اول فوج ديالي فنون تشكيليه في المغرب استاذ ثاني مراكشي وهذوك المراكشيين هبه الله الى المغرب مراكشي كيقرا لنا اللغه العربيه وجا في الخبر بانني تنقلب اي كاين واحد القدره على محاكاه الواقع كنقلدو مراكشي ساهل باش نقلدو غير شويه الملاحظه هو من النوع الذي يفخم اللام كيقول طلات والله ربعه وكان يضحك هذاك الشيء ما كانش يعاقبني كان كيقول لي اجي اخر الحصه قلبني كيضحك دابا قلب الاستاذ فلان قلت يلا الحفله ديال 11 غادي تقلد هذا الاستاذ ولات عندي واحد الخطوه ثانيه اضافيه نقطة تحول هو هذا الأستاذ قلدته شي مرة أمام قاعة الأساتذة عيط لي قال لي مزيان ولكن وهذا مزيان ولكن مهمة في التغذية لا قال ولكن قال لي مزيان ولكن يعني ما عاقبنيش قال لي السياق اللي درتي فيه هاد التقليد ماشي مناسب مشى عند الاخ ديالي الله يرحمه قال لي خوك خصو عنده هوايه مشتته وغير مؤطره خصو يقرا المسرح العام اللي موراه دخل في المسرح كا
كنقرا مسرح في المعهد ديال الدار. علاش بالنسبه ليا انا في الذاكره ديالي في الوجدان ديالي كنحتفظ بهذه الخصله بهذه الفضيله، فضيله الابهار عند المدرس كذلك في المنهجيه ديالو، في السجيه ديالو، في طريقه التعامل ديالو، ولكن ايضا في القدره ديالو على استشفاف هذا الميزه عند التلاميذ. يعني بانه كان كما قلتي كان واحد النوع ديال الابهار من طرف التلميذ حسن الفن، وكان ابهار ايضا من طرف المدرس. هي معديه، هي ظاهره معديه، وهي في القدره ديالو ايضا على التقاط ديك الموهبه ديالك. يعني هذاك الاستاذ اللي قلتي من رشيد كان ربما بانه تعامل معك واحد التعامل فضل ومكتشف هذه الموهبه ديالك. نعم. اذا غنمشي معاك لمرحله اخرى من حياتك، هي تكلمت عليها، فانت في قسم المسرح شعبه الفنون التشكيليه جابر محيان في الدار البيضاء. واش ملي كدوز هذه المرحله هذه ديال التخصص، واش هذا الابهار هذا ما كيبقاش كينعدم نوعا ما وخصوصا عند المدرسين؟ لا كيبقى كاين تخصص، كاين تخصص فعلا، كان دخلنا مرحله ديال التخصص، ولكن اخذ شكل اخر هنا الابهار، لاننا امام اساتذه عندهم واحد تمكن معرفي مرتفع، خصوصا الشخصيات ديالهم هنا خلقوا واحد المجال تعبيري في الفصل، ربما طبيعه المواد كتساعد على هذه الامور اللي فيها مجال التعبير، مجال التعبير للتلميذ، كاين مجال التعبير، كاين مجال التواصل مفتوحين، كاين واحد العلاقه فيها اريحيه، فيها ود كورديال، اون غولاسيون كورديال، بحال الاصدقاء الى اخره، وتحولوا ولاو بحال مريدين الاساتذه ديالنا، شي مريد بحال عفوا بحال دي مونتور، حنا اللي كنا مريدين، بحال دي مونتور مرشدين وملهمين. حتى طبيعه المواد اللي قريناها كتعتمد على التحليل، على ابداء الراي، على تكوين راي، وانتقلنا من واحد التعليم اللي هو فيه ها الشر ها الخير، شويه دغمائي، شويه ها الحقيقه، انت غير حفظها وجي عطها لنا نهار الامتحان، تحولنا لواحد التعليم اللي تطلب منك تلقى حقيقه ديالك. فنون تشكيليه مبنيه على التحليل، على الملاحظة، المسرح أيضا، ربما طبيعة المواد ساعدونا على أن الأساتذة يخلقوا واحد المجال ديال الإبهار فين نعبروا، ولينا من مجرد تلاميذ مستقبلين للمعرفة إلى تلاميذ مطالبين بإنتاج المعرفة. إبداء الرأي، المشكل اللي كاين اليوم كنشوفوها عند الشباب هي القدرة على تطوير الرأي. القدرة على تطوير الرأي والدفاع عنه والحوار وانصات للراي الاخر، هادشي كله علمو لينا الاساتذه ديالنا في هذه المرحله ديال التخصص. واش ومشات تفضل انت واش مرستيش فيه شويه من الشباب ربما طوبوي يقدر يبان بان التصوير ديالك للاساتذه انذاك ربما يقدر يبان بان طوبوي؟ شوف انا قريت عند تاع الحال الجيد ديالي كامل، قريت عند البسيكوبات عديمي الضمير عديمي المسؤوليه باش نكونوا صراحاء، ولكنني لم يبهرونني ولا التقط منهم ولا احتفظ بذكرياتهم ولا اريد ذكرهم ولا اي شيء. انا تنتكلم لك على المدرس المبهر والمنتج للابهار، هذا هو انا ما كنتكلم، وهذه القضيه رافقتنا حتى في التكوين البيداغوجي ديالنا باش نكونوا ملكنا طلبه اساتذه. المساله مشات حتى للمؤطرين ديال الشعبه اللي كنت كنقرا في الرباط في السكير، انا قريت في السكير واللي كانوا مبهرين المؤطرين، كتولي انت كطالب استاذ كتولي تقول انا بغيت نولي غير بحال السيد عبد الله الله يرحمه، بغيت نولي بحال السيد القادري، بغيت بحال السيد المرابط، لانهم كانوا ملهمين في شكلهم. المساله اساسيه، ربما كما قلت لكم انا كنهتم بزاف بالشكل، تداعيات الانسان الخارجيه من سلوك ولباس ورقه واناقه ربما، ولكن هذه مساله مبهره، يقدر التلميذ يكون مبهر وهو منطوي فقط بناء نتائج ديالي يكون مبهر، لانها رافقتني في جميع المحطات ديالي ديال التكوين. انا كان عندي سؤال على سبب اختيارك للتعليم، ربما بانه كان ممكن بانك دير اشياء اخرى، ولكن كنظن بانه ربما القدوه هذا الاثر الطيب اللي خلى الاساتذه خلاك باينه. سؤالي لك بانه ملي دزتي لمرحله اخرى هي مرحله بانك مدرس واستاذ، واش كنت مبهر للتلاميذ ديالك؟ كانت الرغبه
أكيد وكاينة وكاينة الحاجة حاجة الإبهار من السياق اللي جيت نقري فيها هنا. أنت كتعرفوا شوية لأنك قريتي في الصدفة بأنه قريت في نفس الثانوية اللي كنت كتقري فيها وفي نفس الوقت اللي وكنت أستاذ ديال أختي إيه بقى أنا دونك كي جيت كتعرف كانت ثانوية نموذجية الشكل الثاني الدراري شوية بالنسبة ليهم جيت رسم كانت مادة مهمشة لي نوعا ما كان الحاجة ديالي في الإبهار مضاعفة لا سيما في ضبط الحصص وفرت واحد النوع من الانضباط وهذا الانضباط كان موضوع نقاش عمرني ما درت لو جوندارم دو لا كلاس سي لا بيغ سيتياسيون اللي يقدر يطيح فيها المدرس اول درس بالنسبه لي انا هو الانضباط وهذاك الانضباط يتفاوض عليه لان كاين سياقات اجتماعيه جغرافيه في كل مره هذاك الانضباط هو اللي غادي يخلينا نسمعوا لبعضنا وكنت كنناقشوا كانت واحد التقنيه درتها بوحدي والهندام ديالي راك شتي كيفاش لا غير واحد الشهاده شخصيه وتذكر بانك ملي كنت استاذ نتذكر مزيان ديك الساعه كنت تلميذ ثانويه عقود من الافير كان بانك كنت كتجيب لي بان انت بحال خارج من شي فيلم غريب كان عندك واحد الشعر طويل هذا ما غاديش يكونش قلنا عندك شعر طويل قول انا قول كنتعمد يكون عندي واحد الهندام خلاف سيدي ادريس الله يرحمه يكون قريب من الطلبه لا سيما حتى فارق السن ما كانش كبير فكان نوع من الاحتيال على الاهتمام ديال الطلبه باش نجيبهم عندي الحصه كنت على واحد التقنيه كنسميها صرامه اكتوبر ولولوره نوفمبر وكنت كنمشي بتدرج في الصرامه بمعنى انني كنمشي بتدرج في الصرامه لما كتضبط القسم كيولي غادي بوحدو كيولي بلان كيولي بحال شي نادي كيجيو اقسام اخرى على بحال يعني بالنسبه لي كما قلت القاسم المشترك في هذه التجارب كامله سواء كمدرس او ثم خلقت واحد المحتوى واحد محترف ديال المسرح مهمه بزاف في التكوين ديالي الشخصي محترف ديال المسرح في هذه الثانويه جوائز وتكوين ولا بالنسبه لي بحال شي مختبر تقني مختبر تقني في المسرح كانت بالنسبه لي هذه كان عندها واحد الاثر كبير على ما اقوم به اليوم الان كفنان دونك هذا هو هذه المرحله اللي ندوزو الان المرحله الثالثه هذيك القطعه الثالثه من علاقتك بالتعليم يعني بانه كما تحدثتي كان عندك هنا قضيه الابهار كتلميذ كمدرس ولكن وضعيتك هو لي امر واخا المصطلح ديال ولي امر مابقاش كنستخدمو بزاف يعني كاب للتلاميذ الاب التلميذ يعني كاين في نفس الوقت هذيك واحد النوع ديال المسافه واحد النوع ديال البعد يعني ان ابسونس وان ديستونس في نفس الوقت واش هاد القضيه ديال الابهار لا سيليكسيون بقات حاضره حتى عند علاقتك يعني تحولها تنقلها للابناء ديالك على الاقل كنت اتعقبها في الاساتذه الابهار هنا في هذه المحطه فين كاين هو ان انا عندي تجربه ديال المدرس كنت كنشوف اباء وامهات التلاميذ كنتكلم معاهم والاخطاء اللي كانوا كتعرف شنو هو الخطا الاول هو ان بزاف ديال الاباء والامهات ديال التلاميذ يعتقدون انهم يعرفون ابنائهم في الفصل هو